فقال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا يا رسول الله لقد ماتت. قال أتصليتم عليها؟ قالوا نعم صلينا عليها. قال ألا فهل أخبرتموني بذلك؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. مجرد أيها الكرام أنها كانت تنظف بيت الله عز وجل. هذا أيها الكرام يدل على عظم بيوت الله عز وجل وأنها عظيمة عند الله عز وجل وهنيئا لله. هنيئا أيها الكرام لمن وفقه الله عز وجل في عناية علم عظيم وكفر مباح وكفر قد استباح ووضح أيها الكرام. لذلك ينتبه الإنسان على دينه وعلى توحيده وعلى عقيدته حتى يلقى الله عز وجل مخلصا بهذه العقيدة السمحة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا نحث الإخوان القائمين على هذه على هذا المسجد وأيضا الفصول التي تدرس فيها طالبات العلم أن يعتنوا بهذه الأمانة التي أوكلت لهم، فإن الله عز وجل سوف يرجوهم على ما يقومون به من عمل إذا أدوا به حق الأمانة وقاموا به حق القيام. فهذه الجمعية الآن وضعت لكم هذا المشروع بين أيديكم ووضعت الأمانة بين أيديكم، فالله الله أن تقوموا بحقها من تدريس البنات في الفصول. نبي الله عليه صلى الله عليه وسلم وسعاد من الدعاء وسيد القدرات كم تكون نعم ولا دعاء أن الدعاء ورب الرسول سيد الله ولا بيني كنا نبي أرسل الله سيد القدرات كم تكون نعم ولا دعاء ولا دعاء ولا هذه كم تكون ولا ولا بيني كنا نبي أرسل الله أبغى سعاد ما عندنا ولا بيني كنا نبي أرسل الله نبي الله سيد القدرات أبغى نبي إن رسول الله بيا بما تي رسول الله بيا جورا إنه ميتة سمعيله ده كنا نبي رسول الله شيلوا ديفرنت بندقته آن